يبدو أن قرارات الرئيس هادي بشأن تجفيف موارد الميليشيا التي كانت ترفدهم بعشرات الملايين يوميا من مختلف مؤسسات وموارد الدولة قد أتت أكلها بشكل ملموس ومؤثر. فبعد توقيف توريد عائدات النفط والغاز والجمارك والضرائب من مأرب وحضرموت وشبوة وغيرها من المحافظات المحررة، كان قرار نقل البنك المركزي الصفعة الأقوى التي تلقتها قوى الانقلاب. ولتعزيز مواردهم بغية توفير أجور لحوالي 100,000 من مجنديهم وذوي الوظائف المستحدثة، لجأت الميليشيا لفرض إتاوات إجبارية على التجار في المناطق التي تحت سيطرتها. النقاط العسكرية واحدة من أساليب الابتزاز الأمني لحركة التجار من وإلى العاصمة. مؤخرا ضاعفت الميليشيا عدد النقاط في الطرق المؤدية لأمانة العاصمة، الأمر الذي أثقل كاهل التجار واضطرهم أخيرا للتعبير عن رفضهم لسياسة الجباية. عشرات التجار من أعضاء الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة هددوا بتعليق جزئي لأنشطتهم التجارية رفضا واحتجاجا على عسكرة الحركة التجارية وابتزازهم لدفع الإتاوات والرشوات اليومية حينا مقابل تأمين عبور ناقلاتهم وأحيانا كثيرة لجباية ما يسمى المجهود الحربي. مراقبون حذروا من أن تؤدي سياسة الجباية لإجبار التجار على إيقاف الحركة التجارية، الأمر الذي سينعكس سلبا على حياة آلاف العاملين ناهيك عن المستهلكين.